عليكم البنات. اليوم اي صباح الخير، واش ديروا؟ هاني الصباح هاني راح انا جاب لي بي ساره جاب لي البطاطا، هاني نخمل فيها، هاني داري لها ساعه الجريده هكا، ها داري لها الجريده باش ما يتهبطلكش القماش، وخملي بالوحده بالوحده وما تخبطيهاش باش ما تفسدلكش. احنا اليوم راح ندير لكم كفاها، راح ندير لكم البطاطا ها هي كي خمليها. البطاطا نتاع هاد الايام كنت شوفيه كفاها، لانه فيها واحد البفرط الطو هكا كنجيبو بزاف، هاي تفزد وكنجيبو شويه تخلص هاي. ديروا البنات واش ما ديروا، واش شحوالكم، واش راكم تقريبا السلام عليكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا لاباس وبخير. اليوم جيناكم بفيديو سبيسيال وفقا للطلبيات متتبعات وفيات. كيفاه القضيه نتاعكم الشهري، وكيفاه تقضي، وكيفاه تقسموا الشهريه. بالنسبه اليوم راح نحكي لكم غير على صافي القضيان اللي حنقضوه كل شهر. احنا بالنسبه للقضيان تاعنا حيكون عائله متوسطه. راح نبدا. السلام عليكم البنات، انا راح نعت لكم واش للشهر قدما الشهر نديرو باه باكي. نبداو الساعه ما كاين هريسه، كيتلي، مقارونه، الاخرى طويله، الاخرى على هكا نشري. ها بالنسبه للنوعيه البنات، هنايا النوعيه تاعنا جبنا هذه رسول، وجبنا هذه النوعيه، وكاينه ثانية زوج نواع زويده، ثلاث باكيات للشرف، الروز هو كي بعلي 3 كيلو ولا 4 كيلو، الفول حنا نشريو كلش، سباغيتي، الخزم حتى من الخزم حنا نشريوها، شي النوع هذا، زيد النوع هذا اللي يخرج دوكا في المبيعه كي تشوفي فيها هو كي، وهادو ثلاثة، من بعد نزيد باكي خميرة، هاهي كي، خميرة ها هي. هذه هي اللي نشري منها، كنت هذه هي اللي نشري، هاد القهوة هي كي زوج نواع، هنا بالنسبة للقهوة حنا نستعملو فاميكو عجبتنا بزاف، هذه شوية ها بخاري، بصح فاميكو نوعية جيدة، قهوة تاعها بنينة بزاف. ها هما كي زوج بيض طماطم، زوج بيض نتاع الكمبيوتر ساعات. ما واش تقول لهم على النوعيه هذه عجب مليحه بزاف، النوع هذا مليح، النوعيه هو كان نوع وحده هو خير من هذا، بصح انا نشري هذا، لا هذا هو المليح. اي كونفيتور ها هو كي كنا نديرو ساعات اني نشري ويبقى لي، شو نقول لكم انا واش راني خطره اللي حنديرو به كاطو. اي انا شريت راح ندير به الكاطو. الزبده ها هي كي لاباد، الملح ها هو كي ربح ان شاء الله تربحوا، اللوبيا، العدس هذا نشريهم للشرف، الزيت زوج بيدونات هما كي زوج بادن، السكر ما زدت بينا النوعيه اللي تستعمليها عافيه. اي بالي عافيه. الاخر السكر شكاره كبيره ونزيدو لها زوج صغار قطعي، لكن بقى لي من الشهر هذا، الشهر الجاي ثاني نزيد نقصو. هذه هي البنات القضيان تاعي تاع الشهر، هذا هو نهار كنت هكا يقضي بوي ساره، ان شاء الله ديروا حتى نتوما كيما هكذا تعودوا تقضيو من الشهر للشهر باش يتهناو رجالكم وتتهناو نتوما، ما تخمو على الحوايج خلصو لكم ما والو، كي بقاو لكم كي بقى لك الحوايج الشهر هذا قضيتي، الشيء اللي بقى لك روحي حسبيه قولوا هذا بقات لي شكاره، هذه بقات لي شكاره، يا ما يزيد لك يا ما ينقص برك ويزيد. حنا هكا نديرو كي بقى لي الحوايج نقولو بقى لي باكي ولا زوج يزيد ينقص، ما يجيبهوليش ويجيب لي اللون واحد ثاني، يجيب لي اللون. البنات هنا بالنسبه ل هنايا درنا لكم مواد الغذائيه، من بعد ان شاء الله راح نزيدو لكم مواد التنظيف، واش نحتاجو الماشينه لافي، واش نحتاجو لي برودوي الكويزينيير. مهم هادو هما القضيان تاع الشهر، انا يكفيني قد قد.
البنات هنا نروحوا لدرك المواد تنظيف كما راكم تشوفوا. راه هما كي البنات هاي قران تاع جفال، الصابون تاع القلب، الاخر هادو راني ندير بهم في لافابو. ها هما كي ها ثلاثه هادو الربعه هادو انا ما نعرفش اساميهم البنات. ها هما كي نستعمل هادو نديرهم للكيكوطا، نديرهم لافابو، نديرهم للدوش، نديرهم هذا نديرو للوسخ كي يكون لوسخ في الاخر. وبعد زيز البنات هنا راح نشرح لكم شويه على المنظفات هذو. بالنسبه للفورس اكسبراس ماركه معروفه مليحه بزاف، هذه النوعيه اللي تلقاوه بالبلو راهو منظف الحمام. ها كما راكم تشوفوا يعني توالينا لافابو الثاني هذو هما ما نستعملوهمش لي فيتر دو دوش، وعندنا هذا الرشاشه تاع الدوش ثاني تديروا عليها زوج رشات تخليوها حوالي 5 إلى 10 دقائق اذا كانت نظيفه 5 دقائق، واذا كانت شويه فيها وسخ اها 10 دقائق. ها هو هذه هي الماركه، ها منظف الحمام. ها هايل بزاف. بالنسبه لطريقه الاستعمال كما قلت لكم ترشوا على المنطقه اللي بغيتوا تنظفوها وتخليوها مده 2 دقائق 5 دقائق وتبداو تشطفوا على السطح اللي فيه الاتساخ، ومن بعد تمسحوه بمنشفه تكون نظيفه. تساعد ديروا الماء ومن بعد ديروا منشفه نظيفه راح يخرج لكم يلمع. انا جربته عجبني بزاف الماركه هذه. ها روحوا دركا لهذا هذا لورانج، هذا لورانج هو مزيل دهون، هذا تاع الحمام وهذا مزيل دهون. طريقة الاستعمال تاعو كيما الاخرى، نديروه هذه براس بانيني ولا تاع هذه نورمال مو ما عندناش حنا مالين الحوانت شاورما الفور كويزينيار. ديروا في المناطق ترشوا في المناطق المتسخة وتخليوها من 5 ل 10 دقائق نفس طريقة الاستعمال تاع منظف الحمام. كاين هذا لورانج وكاين هذا الصغير هذا الخضر، هذا ثاني هايل بزاف بصح بالنسبة لهذا بوكو بلوس نستعملوه في كويزينيار وهذوك الحوايج. هذا كوكوت في المناطق ثاني المتسخة ونستعملوه ثاني كويزينيار مليح بزاف. مهم في زوج راهم مزيل للدهون، فورس اكسبراس ماركة. وهذا هذا كريم للتنظيف، كريمة للتنظيف بعطر الليمون جيف. هذا نورمال مو جديد، هذا ثاني تاع الكوزينة تاع لافابو، هذا متعدد الاستعمالات بصح ما شوية ما ينحيش كيما فورس اكسبراس. فورس اكسبراس ليه ينحي توت سويت، بصح هذا شوية انا شريته يعني ما استعملتوش بزاف، شوية موش نوعية جيدة بصح متعدد الاستعمالات. هادو كامل يديرهم بصح مش حاجه. وهذا تاع اليدين، هذا تاع اليدين، هذا صابون ليكيد، هذا ليكيد نستعملوه. هذا تاع انزلتم نضرب هذا ايزيس، هذا ايزيس تاع الماعن. هذا ايزيس تاع هذا، هذا ايزيس تاع المعان، هذا تاع صابون تاع القش، هذا تاع الماشينه تاع الماشينه، وهذا ثاني تتلوحيه يدير الريحه في الاخر. هذه الماركه بينغو مليحه بزاف للماشينه دحوه من يتعجب وريحته باش نقول لكم بزاف مليحه. حطي من هيت نرجعوا دوك، هادو كملناهم، هادو نتاع الشهر راهم، هادو نتاع الشهر. هذا هذا اللي كنت هونتيج هونتيج تاع قطنيات خشبيه. ها هو كي هذا درناه للشهر، هذه ريحه تاع الدار البنات حنا نشريو. هذه كاين ثاني تاع الخزامه مليحه بزاف. هاي هذا شامبوان، هذا ابخي شامبوان سيوس ماما مو ماركه معروفه. وهذا ثاني هذا شامبوان، وهذا هذا راح نحكي لهم عليه دقيقه. هذا البنات
بزاف مليح مضاد لتساقط الشعر اللي ما عندهاش الشعر بالله غارليك هذا بالثوم ومعروفة الثوم انها تغذي الشعر هي تغذي الشعر طريقة تاع الاستعمال تاعو قالك تديريه على شعرك ويكون بلول شعرك وتحكي بلطافة صافية المناطق اللي ما فيها الشعر بالله وتحكي شوية وتخليه لمدة قليلة ومن بعد تبداي تشطفي صافي تبداي مليح بزاف هاهي غارليك وهذا والله ما على بالي تبالي دير 65 ألف ولا ما شفيتش شحال من باباك هذا مليح بزاف ثاني الريحة تاعو أو ماركة إيطالية بصح رخيص موش حاجة هذا الصابون هذا الصابون دوب شوفين شوفين مع هذه الريحة هذه الريحة اللي شراها بابا ها هي المشطار